اختي فيها وفيها ترمدينا شي واحد يبغي تقول لي صايم جميل ترمدينا يا بنادم خاصو مع من يتشاد مع من يتضارب. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي. اجي نسولك سؤال حلقه اليوم، شنو كتعني الترمدينا؟ كيفاش كتعاملوا مع الشخص المرمدن؟ خليكم معنا باش نتعرفوا جميع على اجوبه المواطنين. اجي نسولك اسيدي، شنو كتعني الترمدينا؟ الترمدينا نورمالمون المصطلح ماشي يقال في رمضان، باسكو هذا الشهر عزاه الله ما بين الشهور كامله في السنه من افضل الشهور. نقص المصطلحات اللي يكونوا فيه مصطلحات يكونوا مزيانه وراقيه، مي تنسمع المصطلح بزاف في المجتمع المغربي ديالنا مالوغوزمون. يعني في نظر الترمدين يعني الغضب ديال الانسان، تيكون شويه مقلق، تيكون معصب، تيكون في واحد الحاله تنقولوا حنا ما مزياناش، تنفعل بواحد الطريقه سلبيه. مي نورمالمون كون كان الانسان متهدن وصايم لاجر الله ما غادي يكون في هذه الحالات هذه. واخا كيفاش كتعاملوا مع الشخص المرمض؟ وانا تنحاول ما امكن بعد منه، باسكو تيكون شكل خطر لا عليا ولا على المجتمع، مي تنحاول نهدنو، لكن بالمستطاع ما كانش تنحاول ما امكن نبعد من الناس تيكون شويه مترمدين. تقول حنا حضرتي في شي واحد شي حاله؟ بزاف الحالات بزاف، باسكو سيرتو ملي تقرب المغرب في البيع 10 تيكون الانسان شويه معصب، ما تيسبقوش شي واحد في شي حانوت ولا تيخليه معطل، تيبدا يعير في مول الحانوت، وما خصناش نكونوا في هذا المستوى. نورمالمون تعطل عليك من الحانوت، يا اما بدا الحانوت يا اما تسناه، مي باش تبدا تعاير فيه وبدا تخرج فيه الفاظ ماشي هي هذيك جي با. اجي نسولك اسيدي، شنو كتعني الترمدينا؟ السلام عليكم، عواشر مبروكه عليكم وعلى امه محمد الدوله الاسلاميه. الترمدينا فيها وفيها اختي، بنادم كيكون مقطوع، كاين اللي مريض، كيف مع الصباح جيبو خاوي، كيبغي ياخذ شي مستقبل ما كيلقى ما يدير والو، كيطلع مع علم تو داير عليه الكابيسه، عنده علاقه بالعصب وعنده علاقه بامراض، عنده علاقه مقطوع، كيكمي كاين بزاف الناس اللي يجيبوا خاوي. كيفاش كتعامل انت مع الشخص اللي كيكون مرمضي؟ كنتعامل مع بلاتي احسن، كنتلاقى معاه نشد به الدو كنفهمو، حيت انا شفت انا قول لي هادشي اللي كدير في هذا الشهر الغفران ديال الصلاه والعباده، اتق الله رجع لمولاك، هادشي ما كينفعش، لكن العصب راه جيبها في راسك ولا في راسي، ساق الدار مع شي واحد يضربك ضرب هذا تقصر روحك تمشي للحبس تخلي وليداتك تخلي. انت حضرتي لشي موقف بحال بزاف؟ انا كنعيش في احياء شعبيه انا ولد الحي المحمدي. شي ترمضينا حضرتي لها هكا؟ بزاف ترمضينات، مضاربه ديال المقاد، مضاربه ديال البوطات، الكرارس، اف الشانطي اف الشانطي، كتلقاو بهذا كلاكسون عليك يضرك في راسك هذا يغوت عليك الله الله يدير شي ود الخير. اجي نسولك اسيدي، شنو كتعني الترمدينا؟ والترمدينا حنا عندنا هي بنادم داك اللي كيكون بمثابه قنبله موقوته، يعني على سبه في رمضان كيجي عند كيكون مبلي كيتعاطى شي حاجه، وفي رمضان يعني ما خاصك تتعامل معاه بالحساب، ولكن هاد العاده هي قبيحه يعني خاصها تحيد. من الاحسن الانسان يحاول يصلح نفسه ويتفادى هاد العاده وما يتبقاش يتخبى فيها ويخبي داك كيف ما كنقول لك انفجار على الناس وداك التعامل الخايب. كاين اللي كيدير سبه برمضان يعني كيكون هو هذاك هو طبعه، حيت في رمضان كيبان الطبع ديالك الاصلي كتبان نتايا، ماشي كيبان كنقولوا الشيطان او لا الوساوس، انت كتبان ديك الساعه راه انت اللي كتخدم هذاك الشيء، كل شيء كيكون بارادتك وانت اللي كديرو. عمرك حضرتي لشي ترمدينا؟ وترمديناش ماشي غير ترمدينا، جينا على شي موقف و نعطيك مثال في الاسواق، يعني في الاسواق راه كيكونوا الناس ذوك البياع والشراية ولا حتى الكليان كيكون قنبله موقوت، يعني تقدر تكون واقف تتبان لك ناضت شي مضاربه ابسط حاجه، يعني انت اتفع حاجه تقدر تنوض على مضاربه، يعني الحوايج اللي كنتي كتضحك بها مع صحابك ولا كتضحك معاهم عادي يقدر تكون هي سبب المشكل في رمضان. اجي نسولك اسيدي، شنو كتعني الترمدين؟ الترمدين هي بنادم خاصو مع من يتشاد مع من يتضارب، ما عاجبو والو، ما صايمش لي وجهي الا صايم باش ينوض صداع وصافي. كيفاش كتعامل انت مع الشخص اللي كيكون مرمضان؟ كنتفاداه ما كنعمرش معاه اصلا. عمرك ما حضرتي لشي حاله ديال الترمدين؟ حضرت بزاف. عطينا شي مثال. واحد السيد نيش من العائله ضرب واحد خونا بقرعانيش والله القسم. علاش؟ شنو كان السبب؟ قال لي ما عرفت شنو، قال لي عاوني في شي حاجه بسيطه، ما بغاش خونا هو يشير عليه بقرعه. هاد الضربات هادو فين كيكونوا اغلبيه الوقت؟ سيغتو في رمضان. ضرب سلطان سباته ما تلقايهمش هنا قلال شويه، ولكن طلعت تجي سباته الهراويين الفوق تلقاي شي بزاف موجود. اجي نسولك اسيدي، شنو كتعني الترمدينا؟ السلام عليكم. بعدا الترمدينا شي واحد يبغي تقول لي صايم بجميل ياك؟ و ملي كيكون شي واحد صايم ماشي لله راه هذاك هي الترمدينا، كدوي معاه كيقول لك الصباح هذا تيقول لك قلب عليا، واللي كيكون صايم لله راه في اي وقت هضرتي معاه غيهضر معاك مزيان وغيجاوبك مزيان. كيفاش كتعامل انت مع الشخص اللي كيكون مرمضن؟
وبكل صدق الا بغيتي الانسان يثبت الاجر ديالو خاص لك شي واحد من هاد النوع اللي كنتكلموا عليه. الا جاوبك شي جواب ماشي هذا تقول اللهم اني صائم. عمرك حضرتي لشي ترمضينا؟ وما اكثرهم. عطينا شي مثال تاع شي وحده. واش غنقول لك في الاحياء الشعبيه وتقريبا نقول لك واحد الساعه ونص ولا ساعتين قبل الفطور يمكن لك تشوفي شي حاجه اللي ما كيمكنش ما كتخيليهاش يمكن لك تبان لك في ذاك التوقيت بالضبط قبل من المغرب مور العصر نقول لك بهذا المصطلح مور العصر تشوفي شي حاجه اللي ما عمرك ما كنتي كتنتظري ما تقول غتقولي واقيلا ما انا في شي بلاصه ماشي دوله اسلاميه كاع استغفر الله العظيم. والى هنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، نلقاكم الاسبوع المقبل مع سؤال مغاير وكما العاده معي انا مجد القطبي على مشاهد 24 في امان الله.